أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقتنا على المشاهد تيفي. هناك أشخاص يستحقون الدعم فعلا، يستحقون الدعم ويستحقون التشجيع نظرا لما يقومون به تجاه عائلاتهم. سارة واحدة من المغربيات تكلفت بكدها وجدها وعملها برعاية أسرة بكاملها من خلال الاشتغال في النقش، وأقامت صفحة بالفيسبوك وكذلك قناة باليوتيوب، يعني لنشر ما تعرفه وكذلك من أجل أن ترعى هذه العائلة. سارة من طبيعة الحال من مدينة قلعة السراغنة. نرجو من الأصدقاء ومن المشتركين ومن كل من يعني يتفاعل معنا أن يشترك في قناة سارة، تجدون رابط القناة في الوصف وكذلك تجدون رابط صفحتها في الفيسبوك أسفل الفيديو، فلا تبخلوا على هذه الشابة التي تحملت عناء ووزر عائلة بأكملها بالاشتراك في قناتها، ولكم جزيل الشكر. ننتقل إلى موضوعنا الأساسي، موضوع الدعم، وهذه المرة نخصصه لمادة التاريخ السنة الثانية بكالوريا، وأجمع خلال هذه الحصة يعني أزيد من 4 دروس، ويتعلق الأمر بالعالم ما بين الحربين، يعني ما بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، يعني في السياق التاريخي ما بين 1919 إلى 1939، يعني قبيل بداية الحرب العالمية الثانية. ولكن لكل بداية أو لكل فترة زمنية وسياق تاريخي بداية أساسية. انتهت الحرب العالمية الأولى 1914-1918، وبعد يعني أزيد من سنتين من المباحثات والمفاوضات ما بين الدول العظمى أو الدول المنتصرة، وهي من طبيعة الحال فرنسا، إنجلترا والولايات المتحدة، خرجت بمجموعة من التوقيعات على معاهدات متعددة سميت بمعاهدات الصلح أو باتفاقيات الصلح. من بين هذه الاتفاقيات التي وقعت يعني ما بين يعني بعد 1919، مؤتمر فرساي بفرنسا بقصر فرساي، ثم اتفاقية سان جيرمان، ثم اتفاقية نويي، ومعاهدة تريانون، ثم كذلك معاهدة سيفر. من المعاهدات الكبرى التي حددت هذه الفترة معاهدة فرساي، وهذه المعاهدة عملت فرنسا كل جهدها في حين ظلت إنجلترا محايدة نوعا ما، تدعو إلى يعني عدم الضغط بشكل كبير على ألمانيا. فحاولت معاهدة فرساي إضعاف القوة الألمانية واقتطاع العديد من أراضيها، لوزاس واللورين، وكذلك فرض غرامات مالية وتحديد عدد الجنود. هذه المعاهدة سارت على شاكلتها معاهدة أخرى، معاهدة سان جيرمان، معاهدة نويي، ثم معاهدة تريانون، ومعاهدة سيفر ضد الدولة العثمانية. بمعنى أن هذه الدول المنتصرة فرضت شروطها على الدول المنهزمة. ومن بين النتائج الكبرى كذلك للحرب العالمية الأولى هو انهيار هذه الإمبراطوريات، 3 إمبراطوريات، يعني جاءت الحرب العالمية الثانية لتذهب مع الريح
من بين هذه الإمبراطوريات الإمبراطورية العثمانية المترامية الأطراف ومعها المشرق العربي، ثم الإمبراطورية النمساوية الهنغارية والإمبراطورية أو إمبراطورية روسيا القيصرية بقيادة الإمبراطور نيكولا الثاني. إذا كانت هذه هي نهاية الحرب العالمية الأولى سنة 1918 وهذه الاتفاقيات، فإن يعني فترة ما بين الحربين تختزل الكثير من الأحداث التاريخية والوقائع التاريخية الهامة والتي سيتأسس عليها الكثير من الأشياء خلال القرن العشرين. أولى هذه الأشياء من طبيعة الحال يعني بداية الحكم الاشتراكي بروسيا ونجاح ثورة البولشوفية، وكذلك بقيادة إليتش أوريانوف لينين. إليتش أوريانوف لينين الذي حكم ما بين 1917 إلى سنة 1924 بعدما أصيب برصاصها في مؤخرة الرقبة، أنه سيمنح أو سيتسلم الرجل الحديدي جوزيف ستالين بالروسية. ستالين تعني الرجل الحديدي، سيتسلم مقاليد الحكم وسيبدأ في تنقية الأجواء الداخلية من أجل فرض هيمنته وسيطرته وانتقال إلى المخططات الخماسية. إذن هذه الصورة البانورامية لما بعد الحرب تعطينا أن يعني الحرب العالمية الأولى كانت لها نتيجتين أساسيتين: نتائج ترابية وهو تغيير الخريطة السياسية لأوروبا وظهور دول جديدة، وكذلك نتائج سياسية ويتعلق الأمر بتأسيس عصبة الأمم، ويعني الرئيس الأمريكي ويلسون بحق تقرير الشعوب لمصيرها، أن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ويلسون يعني رغم إعاقته أنه أكد بشكل كبير جدا على حق الشعوب في تقرير مصيرها. ابتداء من سنوات العشرينات يعني بدأت الانسحابات من عصبة الأمم تتوالى، وسنصل إلى سنة 1929. سنة 1920 سنة مفصلية في التاريخ العالمي، لأنها تعطينا فكرة عن الأزمة الاقتصادية وما يلوح من وراء الأزمة الاقتصادية من كوارث سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارج الولايات المتحدة الأمريكية، يعني داخل أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وكذلك آسيا، بمعنى أن هذه الأزمة كانت عالمية ويعني مست الكثيرين في عملهم وفي وظائفهم وكذلك في قوتهم اليومي، وكان لهذه الأزمة أسبابها من طبيعة الحال التضخم وانهيار بورصة وول ستريت في الخميس الأسود، ثم كان لها كذلك أسباب انتشارها بسحب الولايات المتحدة الأمريكية أموالها وقروضها من الدول الأوروبية، وكذلك كانت لها نتائج وخيمة سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ومحاولة التعافي مع نيو ديل أو الخطة الجديدة. أتكلم باختصار فقط حتى أعطي للمتعلم فرصة أنه يعني يعرف هذا السياق التاريخي، لأن في الامتحان سؤال يكون حول فترة طويلة جدا، ويعني على المتعلم أن يكون ملما بهذا الربط التاريخي. إذن انتقال من الأزمة الاقتصادية ومن تأسيس روسيا الاشتراكية بقيادة لينين، ثم كذلك ستأتي أن عصبة الأمم لن تؤدي دورها، وأن الدول المنهزمة في الحرب ستبدأ في التعافي وفي مطالبة الكثير من حقوقها. يتعلق الأمر بالنازية والفاشية أو ظهور النازية والفاشية.
النازية مع أدولف هتلر، وأدولف هتلر تعني في اللغة الألمانية الذئب النبيل، يعني أن تسلق هذا الجندي إلى مراتب متقدمة على مستوى السلطة سيمنحه الكثير من الجهد والكثير من العمل ليصل إلى الحزب الاشتراكي الألماني الذي سيصبح أمينه العام، وبعد ذلك سيستولي على السلطة وسيصبح الليدر أو الزعيم الألماني أو الفوهرر كما يتم لقبه أو تلقيبه. بظهور النازية يعني بالموازاة يعني ستظهر الفاشية في إيطاليا من بيت الحال مع نفس الحزب، الحزب الشراكي الإيطالي ومع بينيتو موسوليني، هذا الرجل الصحفي، هذا الرجل الصحفي الذي تسلق يعني من أسرة فقيرة جدا، كان كاتبا صحفيا ومحررا صحفيا، كتب رواية ثم بعد ذلك سينتقل إلى الاشتغال مع الحزب الاشتراكي الإيطالي، ثم سيصل إلى مراتب متقدمة كما فعل أدولف هتلر، وهما وجهان لعملة واحدة هي الدكتاتورية والفاشية والنازية. هذين الرجلين يعني بينيتو موسوليني سيعمل على استعمار الحبشة، وكان يردد مقولته الشهيرة ساعة غرام أقضيها مع بيارا خير من الحبشة وما فيها. إذن مع بداية الثلاثينات بدأت المتغيرات السياسية والعسكرية وصراع التحالفات، صراع التحالفات يبدأ بالظهور، وستعمل إيطاليا على احتلال الحبشة في حين أن ألمانيا ستخرج من عصبة الأمم، وستعمل كذلك اليابان يعني على التوغل في الأراضي الصينية. النقطة المفصلية في هذا المحور هو أن ألمانيا يعني أمام رغبات القوى الكبرى يعني، والمفاوضات معها لن تجدي نفعا، وسيعمل سنة 1939 على الهجوم على بولونيا، ولكن بعد تحذير كل من فرنسا وإنجلترا أن الإقدام على هذه الخطوة سيؤدي إلى اندلاع حرب عالمية. هتلر لم ينتهي للأمر ولم يعير الأمر اهتماما كبيرا، وبالتالي أنه على الساعة الرابعة يعني الساعة الرابعة في يعني من الصباح الهجوم أنه دخل الأراضي البولونية، وفي اليوم الموالي أعلنت فرنسا وإنجلترا الحرب على هتلر وبدأت الحرب العالمية الثانية. باختصار شديد، فترة ما بين الحربين فترة أساسية للتاريخ العالمي، بدأت سنة 1919 مع نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1900، الحرب العالمية الأولى سنة 1918، ثم ما نتج عن هذه الحرب سواء على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، مع التأكيد على أن أكبر المستفيدين من الحرب العالمية الأولى هي الولايات المتحدة الأمريكية التي انتقل فيها القرار السياسي والمالي والعسكري من أوروبا نحو الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت تتحكم في دوالب الاقتصاد والسياسة وما إلى ذلك، وعاشت فترة رخاء وازدهار كبيرين بعد الحرب، نظرا لأنها باعت الكثير من الأسلحة ولأنها دخلت الحرب مرتاحة سنة 1917. يعني أكبر المستفيدين من الحرب العالمية الأولى من طبيعة الحال هي الولايات المتحدة الأمريكية. ثم يعني ظهور قطب جديد هو الاتحاد السوفيتي بقيادة لينين وستالين والمخططات الخماسية، ثم ستأتي الأزمة الاقتصادية لتغير كثير من الأشياء، وستعمل على تدخل الدول أو الدولة في القرار الاقتصادي حتى لا تصيب يعني
هذه الأزمة يعني الكثير من مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مرورا بأن الدول المنهزمة في الحرب بدأت تتعافى شيئا ما وبدأت تتنصل من هذه الاتفاقيات المبرمة، مرورا إلى بداية الحرب. نأتي على نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن تكون قد نالت رضاكم. كان معكم عبد الله الساورة، إلى لقاء متجدد بحول الله، أسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.